شكري يؤكد من موسكو مصر وروسيا على طريق استئناف الرحلات الجوية. تلويح كردي بإعلان نظام الفيدرالي في منطقة بسوريا. وفي هذه النشرة نناقش أيضا الطائرات الحربية الروسية تواصل انسحابها من سوريا والجامعة العربية تشيد بالخطوة. الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، نشرة الأخبار من النهار اليوم، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية سامح شكري عن مؤشرات إيجابية للتعاون بين القاهرة وموسكو بشأن استهداف الرحلات الجوية بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة يجريها شكري إلى روسيا، يلتقي فيها عددا من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية، وعلى رأسها ملف عودة السياحة الروسية إلى مصر وكذا قضايا المنطقة. إلى التطورات السورية، حيث قال إدريس نعمان المسؤول الكردي بمنطقة عين العرب إنه من المتوقع أن تعلن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد السوريون النظام الفيدرالي حسب وكالة رويترز. وأضاف نعمان أن هذا الإعلان يعني توسيع إطار الحكم الذاتي الذي شكله الأكراد وآخرون. وعين العرب واحدة من ثلاث مناطق تتمتع بالحكم الذاتي أقامتها جماعات كردية قبل عامين. يأتي ذلك بالتزامن مع سحب روسيا دفعة جديدة من الطائرات الحربية من سوريا، في وقت تتواصل فيه مفاوضات جنيف على أمل أن ينهي التفاوض حربا لم يتمكن السلاح من حسمها لصالح أي طرف آخر. لليوم الثاني على التوالي سحبت روسيا من سوريا دفعة جديدة من الطائرات الحربية، وهي خطوة حرص الكرملين على إعلان أنها لا تستهدف الضغط على حليفه بشار الأسد، مشددا على أن موسكو لم تناقش الأمر مع نظرائها الدوليين. بالفعل لم تبلغ موسكو واشنطن مسبقا بالقرار الروسي على الأقل كما أعلن البيت الأبيض، لذا يعتزم كيري لقاء بوتين في موسكو الأسبوع المقبل لضمان استمرار ما تعتبرها واشنطن الفرصة الأفضل لإنهاء حرب التهمت أكثر من 300,000 إنسان وشردت ما يزيد على 10 ملايين. تراجع الدب الروسي تأمل الأمم المتحدة في ترجمته إلى تقدم على مسار التفاوض. هذا تطور مهم، أكرر هذا تطور مهم، والآن نأمل ونتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي في تقدم المحادثات. فيما تحاول المعارضة استثمار الخطوة الروسية لتحقق بالتفاوض ما استعصى عليها بالسلاح. أكدنا على موقفنا من ضرورة تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، أي تنفيذ القاعدة الأساسية التي بنيت عليها العملية السياسية، وهي بيان جنيف 1 لعام 2012. لكن في رسالة غير مباشرة للمعارضة السعيدة بالانسحاب الروسي، أعلنت دمشق أن القوات الروسية قد تعود إلى سوريا، وأنها تنتظر من الأطراف الأخرى تخفيض إمداداتها لفصائل المعارضة المسلحة. الظرف السوري الراهن متعدد الأطراف ومتباين المصالح، ومع تشبث الأسد بالرئاسة ربما تنقلب طاولة جنيف في أي لحظة لتنهار الهدنة ولتعلو من جديد أصوات سلاح انتظر العالم طويلا لتصمت ولو قليلا. فكري عبدين، النهار اليوم. فاصل قصير نخرج فيه لرفع الأذان ونعود بعد قليل، انتظرونا. أيضا هذه المفاوضات هي تستمر حتى 24 من الشهر الجاري، وبعد ذلك سيكون هناك خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة، وليس الخروج باتفاقات أو يعني اتفاقات نهائية، ولكنها ستكون خارطة الطريق على أساس يتم إكمال أو استئناف المفاوضات.
المبعوث الأممي مع وفود النظام السوري وأيضا المعارضة السورية. في هذا التوقيت أيضا داخل الجماعة العربية هناك اجتماع للجنة حقوق الإنسان تحت عنوان الكرامة للجميع، ومعي الآن في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد ضاحي عضو لجنة حقوق الإنسان ولجنة الميثاق بالجماعة العربية حتى يتم التعرف على أبرز البنود التي نقشت خلال هذه الندوة. أهلا بك. أهلا بك. ما هي أبرز النقاط التي يعني تناولتها خلال هذا اللقاء أو هذه الندوة؟ هي كان المؤتمر طبعا بخصوص ان اليوم العالمي لحقوق الانسان العربي، فكانت طبعا الندوه تتكلم عن كرامه الانسان، ودولنا العربيه ولو ان هناك بعض الدول تعاني من بعض النقص في حقوق الانسان العربي، وللاسف الشديد يعني والان احنا نتكلم ونناقش وهناك بعض الدول تتعرض لانتهاكات حقيقيه في حقوق الانسان. يعني طبيعة هذه الانتهاكات خاصة أن هناك بعض الدول تعاني من يعني أزمات سياسية وأزمات أمنية، وقد يكون هناك بحور من الدماء في بعض الدول، كيف يمكن يعني صياغة قرارات يتم رفعها إلى مجلس الجماعة بشأن هذا الأمر؟ ونحن نتمنى احنا كلجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع طبعا البرلمان العربي وجامعة الدول العربية بوضع حلول صراحة سريعة و ترفع من كفاءة حقوق الإنسان لدى وكرامة الإنسان العربي في جميع المجالات، وقد نزلت يعني وكلفت أو عطت كرامة الإنسان واختزلت في كلها في كلمة حقوق الإنسان. ماذا بخصوص الحريات داخل الوطن العربي، خاصة أن البعض كان يشكو من الحريات وهناك انتقادات قد تكون لبعض الدول من بعض الجهات الدولية؟ هناك بعض الانتقاصات صراحة في حقوق الإنسان وبعض الحقوق، ف مثل حقوق التعليم في هناك قصور، حقوق طبعا بعض التمييز اللي عندنا في من ناحية العمل من ناحية والتطبيب، فنتمنى ان نحاول او نشيد الى بعض الدول ان ترفع من كفاءتها، وهذاك من خلال مناقشاتنا الدولية، ونتمنى أن نرفع من هذه الكفاءات. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور محمد ضاحي عضو لجنة حقوق الإنسان ولجنة الميثاق بالجامعة العربية. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. مع السلامة. إذن شيماء، يعني هذه الندوة تقوم على أساس مناقشة بعض الموضوعات التي تمس الكرامة الإنسانية مثل الحق في التعليم وأيضا التقارير الخاصة بالحريات، لا سيما أن هناك بعض الدول تعرضت لانتقادات من قبل بعض الجهات الدولية بشأن الأمور الخاصة بالحريات، إضافة إلى الوضع الإنساني المتأزم في عدد من الدول العربية مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن. كل هذه الأمور هي كانت محور النقاشات داخل هذه الندوة التي لا تزال تنعقد حتى الآن داخل الجامعة العربية. إليك شيماء. شكرا كريم رجب مفدنا في جامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك. وللتعليق على الأحوال السورية والملف السوري ينضم إلينا هاتفيا بسام الملك عضو الائتلاف السوري المعارض. سيد بسام، نبدأ من انسحاب القوات الروسية من الأراضي السورية والتصريحات المتضاربة حول هذا الانسحاب، يعني يقال أن القوات السورية تنسحب أو جزء كبير منها ينسحب، ثم منظومة الدفاع ستبقى في سوريا وستوجه ضرباتها إلى داعش، ثم بعدها توجه أو تعلن المتحدثة باسم الأسد أن إمكانية عودة القوات الروسية مرة أخرى إلى سوريا. كيف تحلل وترى هذه التصريحات المتضاربة؟ بداية مساء الخير لكم مشاهدينا الكرام. أهلا بك. نحن بالنسبة لنا هي خطوة إيجابية تجاه الروس، لكن هي جزئية وليس كاملة. نحن ما يهمنا الأفعال وليس الأقوال، إنما الموقف السياسي هو اللي يرتبط بالموقف العسكري. الروس كانوا مزعوجين جدا من المؤتمر الصحفي تبع وليد المعلم وما جاء في تصريحات منه دون التنسيق بينهم وبين القيادة الكرملية. فهن الروس اساسيين كما قال له فيتيني شوركي ممثل روسيا في مجلس الامن، عليك الاصغاء الى القياده الروسيه والتشاور معها. كان كل التصرفات في سوريا دون العوده الى التشاور مع روسيا، فكانت هناك نقطه انزعاج من القياده الروسيه فادت الى هذا الموقف. نحن نتمنى هذا الموقف وتحدثنا عليه اكثر من مره، انه يكون انت وقوفك ليس مع فرد، وقوفك مع الشعب السوري. انت مصالحك يا روسيا كدوله عظمى ورجعت اخذت جزء كبير من سوريا، انه يكون موقفك مع الشعب السوري ومصالح الشعب السوري وليس مع فرد او طائفه.
إذا نحن بالنسبة لنا نقرأ أنه خطوة في الطريق الصحيح لكن علينا استكمالها. نعم. هي النقطة الأساسية. أما النقطة اللي بيهمنا نحن نجاح المباحثات في جنيف هي النقطة الأساسية، وما يجري الآن في جنيف لا يبشر بخير حسب ما اجتمعنا امبارح مع ديم الثورة وعرض علينا ديم الثورة النقاط والمرحلة وطريقة الحل بالنسبة للنظام. النظام يريد حكومة موسعة، تفضل يا معارضة أخذوا حكومة موسعة، هذا بالنسبة لنا مرفوض. بده يكافح الإرهاب، نحن مع مكافحة الإرهاب. أما النقطة الأساسية انتخابات ودستور جديد كيف بده ينوضع ونحن منكون مشاركين فيه، بده تكون صياغة دولية دستور عصري حديث. هذا لسه النقاط بعيدنا بيننا وبينه، لأنه نحن قدمنا ورقة عمل مبارح هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية. يعني تنفيذية يعني صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يمكن البقاء وإعادة ترتيب البيت الداخلي في ظل هذه الزمرة التي ترسيت إليهم في الشباب السوري والثورة السورية. نحن نريد رجال مخلصين للوطن، نريد نقلة ديمقراطية حقيقية، نسعى لأن نغير نظام الرئاسي إلى نظام برلماني. لا نريد الدكتاتوريات في العالم العربي وخاصة في سوريا. نريد أن يكون الحكم شورى، هذا ما نسعى إليه. إذن شو بيقول الشعب السوري عبر صندوق الاقتراع؟ نحن معه، نرجو أن ننجح في مباحثاتنا، ونحن لن نغادر إلا إذا غادر وفد النظام وفشل المباحثات. وأنا أتصور المباحثات لن تبقى طويلا، لأنه ستصل إلى طريق الزود ونرجع المربع الأول، لأنه النظام لا يريد أي حكم انتقالي، يريد حكومة واحدة وطن. سيد بسام، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي إعلان المسؤول كردي في تصريحات له عن إقامة حكم ذاتي في منطقة عين الكوباني، فيعني تعليقك، هل سيكون ذلك ممثل لنوع من الضغط على أو ورقة ضغط في محادثات جنيف؟ هذا الكلام لكون صريح معك جدا، هي ورقة ضغط ليس على سوريين. نحن السوريين نرفض بكل شرائحنا، وخاصة مجموعة كبيرة معنا في الائتلاف هي قسم كبير من الأكراد. الوسط السوري كله إن كان معارض ولا موالي ولا طبقة رمادية نريد سوريا. أستاذ بسام الملك عضو الائتلاف السوري، شكرا جزيلا لك وعذرا لضيق الوقت. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من معرض القاهرة الدولي إلى هناك. ضيفة الشرف اللي بتشارك في هذا المؤتمر هذا العام هي الهند، وأنا بتمنى لجميع المشاركين إن شاء الله أن يكون المعرض ناجح، وأنه يكون في تبادل للخبرات وتبادل لوجهات النظر، وأنه يثمر عن أن برضو المواطن المصري يتعرف على صناعته ويتعرف على إنتاجه. أنا زرت كمان جناح الإنتاج الحربي، والحقيقة سعيد بالتنوع اللي موجود فيه، ومعالي الوزير كان قال لي أنه إن شاء الله في المرحلة اللي جاية هتشهد تصنيع للبانلز الخاصة به إنتاج الطاقة الشمسية، بحيث ان احنا نتوسع فيها في مصر ونكون منتج محلي، وده طبعا هيقلل من حجم استيراد هذه البانلز من الخارج، ويساعدنا ايضا لان مصر طبعا دولة قادرة على انها تنتج كهرباء من الطاقة الشمسية بكميات وفيرة باذن الله. بتمنى للجميع النجاح، وبتمنى للمؤتمر النجاح، ولكل المشاركين انه يكون مؤتمر ناجح، ويكون في تبادل للاراء ووجهات النظر، ونتعرف على الصناعات ايضا في الدول الاخرى المشاركه والشركات الاخرى المشاركه. وكل التوفيق للجميع وشكرا. نقلنا لحضراتكم مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من المعرض الدولي للتسوق، وتحدث فيه عن انتاج مصر للطاقة الشمسية النظيفة وقدرتها على انتاج الكهرباء النظيفة. والآن نكمل هذه النشرة. إلى تركيا، حيث ألقت شرطة التركية القبض على 20 من المشتبه بهم، بينهم محامون، في عملية شملت مداهمات في إسطنبول استهدفت حزب العمال الكردستانية، فيما اعتقلت 3 أكاديميين بتهمة الدعاية الإرهابية. وجاءت المداهمات في الوقت الذي امتد فيه القتال بين قوات الأمن ومسلحي حزب العمال الكردستاني لمناطق جديدة في جنوب شرق تركيا، مع نشر دبابات وطائرات هليكوبتر وعربات مدرعة بعد هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 37 شخصا في العاصمة أنقرة.
وفي العراق تستعد قوات البشمركة الكردية ومقاتلو الحشد الشعبية المدعوم من إيران وقوات الجيش العراقية يستعدون لشن هجوما لإبعاد مقاتلي داعش عن منطقة كركوك الشمالية المنتجة للنفط، وستقترب القوات المشتركة بذلك من الموصل كبرى المدن العراقية التي لا تزال في قبضة التنظيم الذي يسيطر أيضا على مناطق في سوريا. شنت طائرات التحالف العربي سلسلة من الغارات على معسكر العرقوب الذي بحثه المتمردون الحوثيون شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. وعلى الأرض اندلعت مواجهات بين قوات الشرعية وميليشيات المتمردين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في موقع الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، كما وقعت اشتباكات بين المقاومة والميليشيات في عدة مواقع شرقي المدينة. حققت هيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة الأمريكية المحتملة عن الحزب الديمقراطي حققت الفوز في الانتخابات التمهيدية في ولاية فلوريدا وكارولينا الشمالية وأوهايو. وفي المعسكر الجمهوري فاز الملياردير دونالد ترامب في ولايات فلوريدا وإلينوي وكارولينا الشمالية، لكنه تعرض للهزيمة في ولاية أوهايو أمام حاكم الولاية جون كاسوش الذي برز اسمه بقوة في السباق مؤخرا. ما زلنا مع الانتخابات الأمريكية، حيث قرر المرشح الجمهوري ماركو روبيو قرر إنهاء حملته والانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض أو الانسحاب من البيت الأبيض في أعقاب خسارته أمام ترامب في ولاية فلوريدا وهي معقل رأسه. وقال روبيو أمام حشد من أنصاره في فلوريدا إنه قرر الانسحاب من السباق بعد سلسلة من النتائج الضعيفة هذا الشهر ليترك الساحة أمام ترامب وتيد كروز وجون وتيد كروز وجون كاسيش. قتل 15 شخصا على الأقل بانفجار قنبلة في حافلة نقل موظفين حكوميين في مدينة بيشاور الحدودية شمال غرب باكستان. وقع الهجوم على طريق رئيسي بينما كانت الحافلة تنقل أو تقل الموظفين إلى عملهم في بيشاور. فصل قصير ونعود بعد قليل، نشرتنا مستمرة. السوق السوداء ويطرح عطاء استثنائيا بمليار ونصف المليار دولار. ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بحضرتكم من جديد. في اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل تناقش الحكومة اليوم الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة بالإضافة إلى متابعة عدد من الملفات. تستأنف محكمة لأنه نحن قدمنا ورقة عمل امبارح هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية. يعني تنفيذية يعني صلاحيات رئيس الجمهورية، لا يمكن البقاء وإعادة ترتيب البيت الداخلي باهتزاز هذه الزمرة التي ترسيت إليهم في الشباب السوري والثورة السورية. نحن نريد رجال مخلصين للوطن، نريد نقلة ديمقراطية حقيقية، نسعى لأن نغير نظام الرئاسي إلى نظام برلماني. لا نريد الدكتاتوريات في العالم العربي وخاصة في سوريا. نريد أن يكون الحكم شورى، هذا ما نسعى إليه. إذا شو بيقول الشعب السوري عبر صندوق الاقتراع؟ نحن معه، نرجو أن ننجح في مباحثاتنا، ونحن لن نغادر إلا إذا غادر وفد النظام وفشل المباحثات. وأنا أتصور المباحثات لن تبقى طويلا لأنه ستصل إلى طريق مسدود ونرجع للمربع الأول، لأنه النظام لا يريد أي حكم انتقالي، يريد حكومة واحدة وطنية. سيد بسام، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي إعلان المسؤول كردي في تصريحات له عن إقامة حكم ذاتي في منطقة عين الكوباني، فيعني تعليقك، هل سيكون ذلك ممثل لنوع من الضغط على أو ورقة ضغط في محادثات جنيف؟ هذا الكلام لأكون صريح معك جدا،
هي ورقة ضغط ليس على سوريين. نحن السوريين نرفض بكل شرائحنا، وخاصة مجموعة كبيرة معنا في الائتلاف هي قسم كبير من الأكراد. الوسط السوري كله إن كان معارض ولا موالي ولا طبقة رمادية نريد سوريا. أستاذ بسام الملك عضو الائتلاف السوري، شكرا جزيلا لك وعذرا لضيق الوقت. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من معرض القاهرة الدولي إلى هناك. ضيفة الشرف اللي بتشارك في هذا المؤتمر هذا العام هي الهند، وأنا بتمنى لجميع المشاركين إن شاء الله أن يكون المعرض ناجح، وأنه يكون في تبادل للخبرات وتبادل لوجهات النظر، وأنه يثمر عن أن برضو المواطن المصري يتعرف على صناعته ويتعرف على إنتاجه. أنا زرت كمان جناح الإنتاج الحربي، والحقيقة سعيد بالتنوع اللي موجود فيه، ومعالي الوزير كان قال لي أنه إن شاء الله في المرحلة اللي جاية هتشهد تصنيع للبانلز الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية، بحيث أن احنا نتوسع فيها في مصر ونكون منتج محلي، وده طبعا هيقلل من حجم استيراد هذه البانلز من الخارج، ويساعدنا أيضا لأن مصر طبعا دولة قادرة على أنها تنتج كهرباء من الطاقة الشمسية بكميات وفيرة بإذن الله. بتمنى للجميع النجاح، وبتمنى للمؤتمر النجاح، ولكل المشاركين أن يكون مؤتمر ناجح، ويكون في تبادل للآراء ووجهات النظر، ونتعرف على الصناعات أيضا في الدول الأخرى المشاركة والشركات الأخرى المشاركة. وكل التوفيق للجميع، وشكرا. نقلنا لحضراتكم مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء من المعرض الدولي للتسوق، وتحدث فيه عن إنتاج مصر للطاقة الشمسية النظيفة وقدرتها على إنتاج الكهرباء النظيفة. والآن نكمل هذه النشرة إلى تركيا، حيث ألقت شرطة التركية القبض على 20 من المشتبه بهم، بينهم محامون، في عملية شملت مداهمات في إسطنبول استهدفت حزب العمال الكردستاني، فيما اعتقلت 3 أكاديميين بتهمة الدعاية الإرهابية. وجاءت المداهمات في الوقت الذي امتد فيه القتال بين قوات الأمن ومسلحي حزب العمال الكردستاني لمناطق جديدة في جنوب شرق تركيا، مع نشر دبابات وطائرات هليكوبتر وعربات مدرعة بعد هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 37 شخصا في العاصمة أنقرة. وفي العراق، تستعد قوات البشمركة الكردية ومقاتلو الحشد الشعبي المدعوم من إيران وقوات الجيش العراقي يستعدون لشن هجوما لإبعاد مقاتلي داعش عن منطقة كركوك الشمالية المنتجة للنفط، وستقترب القوات المشتركة بذلك من الموصل، كبرى المدن العراقية التي لا تزال في قبضة التنظيم الذي يسيطر أيضا على مناطق في سوريا. شنت طائرات التحالف العربي سلسلة من الغارات على معسكر العرقوب الذي بحثه المتمردون الحوثيون شرقي العاصمة اليمنية صنعاء. وعلى الأرض اندلعت مواجهات بين قوات الشرعية وميليشيات المتمردين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في موقع الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، كما وقعت اشتباكات بين المقاومة والميليشيات في عدة مواقع شرقي المدينة. حققت هيلاري كلينتون مرشحة الرئاسة الأمريكية المحتملة عن الحزب الديمقراطي، حققت الفوز في الانتخابات التمهيدية في ولاية فلوريدا وكارولينا الشمالية وأوهايو. وفي المعسكر الجمهوري، فاز الملياردير دونالد ترامب في ولايات فلوريدا وإلينوي وكارولينا الشمالية، لكنه تعرض للهزيمة في ولاية أوهايو أمام حاكم الولاية جون كاسوش الذي برز اسمه بقوة في السباق مؤخرا. ما زلنا مع الانتخابات الأمريكية، حيث قرر المرشح الجمهوري ماركو روبيو
بحضرتكم من جديد. في اجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل تناقش الحكومة اليوم الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، بالإضافة إلى متابعة عدد من الملفات. تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة آخرين من كوادر جماعة الإخوان في قضية اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات سيادية إلى قطر. وكانت النيابة قد أسندت إلى مرسي وبقية المتهمين اختلاس وثائق ومستندات صادرة من الجهات السيادية للبلاد وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. أجلت جنايات القاهرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي و12 مسؤولا بالوزارة في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية إلى جلسة 19 من شهر إبريل. وجاء قرار التأجيل لأداء اللجنة الفنية المشكلة لفحص أوراق القضية حلف اليمين أمام المحكمة. نفس المحكمة تستأنف اليوم محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال وثلاثة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية تهم طلب والحصول على هدايا وعقارات على سبيل الرشوة مقابل تقنين إجراءات تملك مئات الأفدنة من الأراضي في وادي النطرون بالمخالفة للقانون. وجه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خطابا عالميا إلى العالم الغربي من مقر البرلمان الألماني البوندستاغ، خطاب حرص فيه شيخ الأزهر على التأكيد على سماحة الإسلام كدين سلام ومحبة وليس دين عنف وإرهاب. المزيد في سياق هذا التقرير. برز خطاب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمام البرلمان الألماني البوندستاغ كأحد أهم بنود جدول أعمال زيارته للعاصمة برلين لحضور مؤتمر الأديان المقرر في 19 من مارس. خطاب حرص فيه شيخ الأزهر على التأكيد على صورة الإسلام السمحة كدين يدعو في الأساس إلى السلام وليس إلى القتل، على غير ما ينشره دعاة التطرف والإرهاب عن الدين. ما جئتكم واعظا ولا متغنيا بينكم بالإسلام، ولكن جئت أخاطب عدالتكم في إنصاف هذا الدين الذي يستحق منكم أن تدفعوا عنه ما لحق به من ظلم وتهم يبرأ منها وينكرها أشد الإنكار. بسبب تصرفات قلة من المنتسبين إليه فهمته فهما قبيحا وقدمته للناس في صورة دين دموي يعادي الإنسانية ويدمر الحضارات. شيخ الأزهر أكد أيضا على مد الأزهر يد العون للغرب من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف. إن الديمقراطية التي نتطلع لأن ترفرف أعلامها عالية خفاقة في بلادنا العربية والإسلامية لا يمكن أن تتحقق بالحروب وصراع الحضارات والفوضى الخلاقة وأنهار الدماء وقعقعة السلاح، بل بالتبادل الحضاري بيننا وبينكم والحوار المتكافئ غير المستبد وبرامج تبادل التعليم والصناعة والتكنولوجيا. الإمام الأكبر بدأ زيارته إلى ألمانيا بزيارة مقر الأسقفية الكاثوليكية بالعاصمة برلين، زيارة اعتبرتها الكنيسة تاريخية وتؤكد على دعم الإمام للحوار الإسلامي المسيحي. وهناك الكثير الذي لا يزال ينتظر من زيارة شيخ الأزهر لألمانيا، خاصة أنه أعلن أن هناك لقاء قريبا مع بابا الفاتيكان، هو الأول بعد خمس سنوات من جمود في الحوار بين المؤسستين. والترجيحات تذهب إلى أن هذا اللقاء سيكون على هامش مشاركة كليهما في مؤتمر الأديان العالمي. ستة أشهر مرت حتى الآن على غياب ريجيني المصري أو عادل هيكل ابن الغربية المختفي منذ أكتوبر الماضي في روما في ظروف غامضة من دون تحرك من السلطات الإيطالية. المزيد في التقرير التالي.
فقدوا عائلهم في ظروف لا تزال غامضة. 6 أشهر حتى الآن ولا حس ولا خبر. عادل هيكل ابن الغربية الذي تجاوز عقده 5 سافر قبل 15 عاما لإيطاليا وعمل شيف في أحد المطاعم، وفي ليلة 4 أكتوبر الماضي بات في عداد المفقودين. يوم 4 حاولت أرن عليه لقيت موبايله مقفول. فات يوم واثنين وثلاثة وما اتكلمش. قلقت. في واحد من اللي ساكن في الشقة بلغهم، اتصل عليهم على ابنه واخوه، قالوا له ده الحاج عادل ما باتش في الشقة. أبناء هيكل أشاروا بأصابع الاتهام نحو صاحبة المطعم التي اختلف معها منذ عام، ما دفعه لترك عمله ورفع قضية في المحاكم الإيطالية. فهيكل اختفى قبل نظر القضية بيومين فقط. الاتهامات طالت أيضا صديق هيكل في سكنه. استجوبوه فسألوه قال لهم هو كان معايا، أنا آخر واحد كان معاه. طب هو كان معاك من الساعة 8:30 لحد الساعة 12:30 بالليل، بتعملوا ايه؟ قال له انا كنت قاعد معاه وكده وبنسحب فلوس من المكان، وسبته عند اشارة. طب شوية قال اشارة وشوية قال صيدلية وشوية قال خد الفلوس وقال انا سيبني شوية عشان انا هتمشي. كلامه كله مش منطقي، مش مترتب على بعضه كده. 6 أشهر حتى الآن ولم تتوصل أسرة عادل لأي معلومات عنه، رغم كم البلاغات للسلطات الإيطالية. لكن يبدو أن روما لا تهتم إلا بابنها ريجيني فقط. متباطئين معانا، مش مهتمين بالموضوع، واخدين الموضوع على إنه أجنبي مش ابن البلد. السلطات الإيطالية كانوا مانعنا إن احنا نتكلم في الصحافة هناك. كنت عايز أتكلم في الصحافة هناك، وهم عايزين يشتغلوا براحتهم أو مش عايزين يقلبوا الدنيا فوق دماغهم. ما دفعهم لتحرير شكوى في السفارة المصرية. والآن لا يجد الحاج معوض والد هيكل حلا سوى الصلاة والدعاء، والأم تنتظر عودة نجلها بقلب ينفطر حزنا على ابن لا تعرف مصيره. ومن أسوان أكد السفير الياباني بالقاهرة تاكاهيرو كاجاو أن زيارة الرئيس السيسي لليابان كانت ناجحة، مشيرا إلى أن اتفاقية إفادة طلاب مصريين للدراسة في اليابان سيعزز لا شك التعاون العلمي بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة للسفير لجامعة أسوان. ويتم تعزيز العلاقة بين اليابان وجامعة أسوان في مجال مثلا تعليم لغة يابانية وكلية الألسان وقسم اللغة اليابانية موجودة هنا، ونحن نريد أن نقدم دعم لتعزيز في هذا المجال. جامعة أسوان يعني كلية الألسن يعني بدأت الدراسة فيها من 4 سنين، وكان اللغة اليابانية من أول الأقسام. وللأمانة يعني الحكومة اليابانية والسفارة اليابانية بتدعم هذا القسم بشدة يعني، وفي تركيز كبير جدا، وبيزوروا الطلبة باستمرار وبيتحاوروا مع الطلبة وبيشوفوا طلبات قسم اللغة اليابانية في كلية الألسن في جامعة أسوان. وطبعا ده برضو بيعكس يعني مدى العلاقة وقوة العلاقة بين اليابان وبين مصر. وفي الإسكندرية أعلنت شركة إنتل عن توزيع 4 مشاريع من الإسكندرية والوجه البحري من المشاركين في معرضها للعلوم والهندسة. وتأهل الفائزون 4 للمشاركة في معرض إنتل الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 8 إلى 13 مايو. وجاء إعلان النتيجة في نهاية المعرض الذي نظمته مكتبة الإسكندرية، ويهدف إلى مساعدة الشباب على تطوير المهارات عبر التركيز على البحث العلمي لحل المشكلات. المشروع بتاعي بيحل مشكلة الكهرباء، بستخدم رينيوبل سورس السولار انرجي، بستخدم الفوتوفولتايك سولار سيلز بريديوسينج الالكتريستي، بستخدم نوع معين اسمه بيروفسكايت سولار سيلز. قدرت ان انا اعمل مانيفاكتشر للسيل وطلعت افشنسي حوالي 35%،
وفي نفس الوقت بدات اشوف المشاكل اللي بتواجه السلع عشان تبقى حاجه ابليكابل وايكونوميك وانفايرمنتال على حسب اللي انا داخلاه. وصلت ان انا اعلي الاستابيليتي عن طريق كوتنج بحطه، وبحاول ان انا اعمل سنسيتيف ماتيريالز اللي هي القدره انها تحقق لي البند جايبه للسيستمز اللي السيل بتاعتي بتشتغل بيه. البروجكت بتاعي بيحل ثلاث مشاكل او ثلاث ازمات بتواجهها مصر والعالم دلوقتي. اول ازمه هي السرقه بتاعت العربيات، تاني ازمه بتاعت الحوادث بتاعت السيارات، وتالت ازمه بتاعت ان انا اخلي ذوي الاحتياجات الخاصه يسوق العربيه زي الانسان العادي. النشره الاقتصاديه ولكن بعد فصل قصير. يطرح اليوم البنك المركزي عطاء استثنائيا بقيمة 1.5 مليار دولار بعد يومين من تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5%. ويستهدف العطاء الجديد تغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية. وكان البنك قد أكد أنه سينتهج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لاستعادة تداول النقد الأجنبي بصورة منتظمة ومستدامة. قال رئيس البورصة محمد عمران إن إتاحة التعامل بالجنيه على أسهم الشركات المقيدة بالعملات الأجنبية غير ملزم ويتطلب موافقة الجمعيات العمومية للشركات الراغبة. وأضاف عمران في تصريحات صحفية أن هذا القرار يأتي لمساندة جهود الدولة لتخفيف الطلب على العملات الأجنبية خاصة الدولار وزيادة الطلب على الجنيه المصري والسعي لتنشيط التعامل على هذه النوعية من الأسهم. قال رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس إبراهيم العربي أن التجار المسجلين بالغرفة يبلغ عددهم نحو 500 شخص. وأضاف رئيس الغرفة على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لحل مشاكل التجار العالقة، أضاف أنه يستهدف تسلم الإقرارات الضريبية والتعامل معها إلكترونيا وزيادة الوعي الضريبي للمتعاملين مع الغرفة. إن احنا بنعمل تنسيق بيننا وبين الغرف التجارية بحيث ان اي مشاكل بتواجه التجار في السوق من الضريبة احنا بنتعامل معاها بنحلها عن طريق التنسيق بيننا وبين الغرفة. عملنا بروتوكول بيننا وبين الغرفة، وده طبعا تجديد للبروتوكول لانه كان معمول من قبل كده طول عمرنا واحنا بننسق مع بعض كغرف تجارية ومصلحة ضرائب. دي بتساهم كتير قوي في حل مشاكل الممولين وايضا في زيادة موارد الدولة. أهميته مع مصلحة الضرائب إن احنا ده جسر تعاون لشرح الضرائب، لشرح كل أنواع الضرائب اللي موجودة والتعاملات الضريبية وحل المشاكل المنتسبين الغرفة سواء المشاكل الشخصية أو المشاكل المجمعة من خلال الشعب اللي هي بتبقى مشاكل عامة. النقطة الثانية تسهيل تقديم النماذج والتدريب عليها، النماذج الضريبية خصوصا النماذج الجديدة اللي اتعملت دلوقتي وتدريب التجار عليها عشان يقدر يقدم النموذج بتاعه بطريقة صحيحة ما يبقاش فيه مشاكل. وللتعليق ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد الرحمن بركة أمين عام اتحاد البنوك السابق. يعني سيد عبد الرحمن، قرار خفض الجنيه بعد قرارات أخرى أيضا وتوفير شهادات دولارية وباليورو والسماح بالإيداع والسحب، هل من الممكن أن يكون لهذه القرارات تأثير على القضاء على السوق الموازية وخفض العملة بصورة منتظمة؟ مساء الخير أولا. مساء الخير. أنا بس عاوز أقول إن إحنا كنا بنعاني في الفترة السابقة من في إن في فارق كبير جدا ما بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وكان لابد من وضع منظومة معينة للقضاء على السوق السوداء في هذا الوقت. حدث بالضبط إن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات كثيرة سواء بفتح حد السحب والإيداع
فيلم موسيقي سبع كومات او 11 كوما للنقطات اللي اكتشفها ليونارد. صناعة تحتاج لمهارة عالية ليس فقط في تشكيل أخشاب العود ولكن في أوتاره أيضا. العود طبعا يعتمد على شغلة أساسية الوزن. يعني العود محمد فاضل ما يجاوب. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي في موسكو إلى هنا. إفريقي ومن وجهة نظر ضرورة وقف محاولات تأجيج التناقضات الطائفية وخصوصا بين أهل السنة وأهل الشيعة، وكما تبادلنا الآراء وتبادلنا الأفكار حول التغلب على الخلافات الباقية وحتى المتعمقة بين ممثلي هذين المذهبين للدين الإسلامي العظيم. ونحن توصلنا إلى التفاهم مع زملائنا المصريين حول هذه المسألة، ونحن ومصر نقترح على كل المشاركين على كل اللاعبين الدوليين لتوحيد الجهود والتعاون من أجل تحسين الوضع في ليبيا. وقد دعا مجلس الأمن الدولي إلى إشراك جميع اللاعبين ذوي نفوذ في ليبيا إلى العملية السياسية من أجل تشكيل حكومة انتقالية في ليبيا، ونأمل في أن مثل هذا الموقف سوف يمكن من تغيير الوضع الخاص بتشكيل جيش موحد ومؤسسات سياسية موحدة. كما أبدينا اهتماما كبيرا لضرورة إنجاز الخطوات الضرورية لإنهاء التصعيد في الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل أيضا، ومن المهم أن نتواصل إلى التوافق الفلسطيني كي يتوحد جميع الفلسطينيون على قاعدة موحدة القائمة على المبادرة العربية السلمية. كما لا بد من أن نعمل كل ما في وسعنا من أجل استئناف العملية التفاوضية بين الطرفي الفلسطيني والإسرائيلي. كما استفدنا من هذا اللقاء من أجل مناقشة قضايا التعاون الثنائي قبل كل شيء، من أجل تنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها في سياق اللقاءات المنتظمة بين رئيسي مصر وسوريا، وكذلك تلك القرارات التي تم اتخاذها في اللجنة الثنائية الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي الذي عقدت مجلسها منذ الشهر في القاهرة. ونحن ندعم القرارات حول بناء المحطة الكهربائية في مصر وإقامة منطقة صناعية، وكذلك تحسين شبكة سكك الحديد، واستأنفت العلاقات البرلمانية بين الدولتين بعد زيارة رئيس مجلس الدوما لروسيا الفيدرالية لمصر. تم الاتفاق على تشكيل مجموعات الصداقة في البرلمانين، كما اتفقنا على استئناف الملاحة الجوية بين بلدينا من أجل زيادة التبادل السياحي الذي تقلص بأسباب معروفة، واتفقنا حل مشكلة استئناف عمل الخطوط الجوية على شرط ضمان أمن المواطنين الروس، وكذلك نقيم تلك الاتصالات التي جرت بين مؤسسات الطيران المدني وكذلك الجهات المعنية بين روسيا ومصر وبعض
بعد استكمال هذه العمليات نأمل في استئناف الملاحة الجوية المباشرة بين روسيا ومصر، وكما يعمل الطرف الروسي بنشاط على افتتاح القنصلية العامة في خورغادا، وهذا الأمر مهم جدا لمواصلة تطوير العلاقات السياحية، وسنفتتح هذه القنصلية في السنة القادمة. إذن المباحثات جرت بصورة مثمرة، وهي ستساهم في تطوير تعاوننا في خير شعبينا، وشكرا. بتصور انه يمكن الاستعانة بالترجمة العربي اذا حب الوزير. هو عربسكي تابيس، هل تسمعني بالترجمة؟ Well, maybe we'll proceed in English and when it is opportune. تابع بالإنجليزية، وحين يتوفر ترجمة العربية سنواصل بالعربية. My deep appreciation to His Excellency Minister Lavrov for the warm reception. أشكر السيد لافروف على استقباله الحار والمحادثات البناءة التي أجريناها. This is primarily, although I have come to Moscow previously. وهذا ما جئت إليه في موسكو. هذه زيارة الرسمية الأولى لي إلى روسيا الاتحادية. وكانت هذه فرصة إيجابية للغاية. من خلال مشاوراتنا. Exploration of our bilateral relationship, Egypt is committed. بحثنا علاقات الثنائية ومصر تتعهد أو ملتزمة بمتابعة تطوير العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية. وخلال فترة الانتقال السياسي لدينا والانتخابات في مصر. Institution of the House of Representatives. والبرلمان المصري. Communications and contacts between the two countries. وصلنا على الاتصالات بين البلدين، حيث تواصل السيسي مع بوتين مرات عدة، وهذا يعطي زخما للعلاقات الروسية المصرية، ويعطي فرصة جديدة للتعاون، إن كان ذلك في المجال السياسي والثقافي وغيرها. Very strong bounds of cooperation. ونقيم أواصرة تعاون كبيرة اقتصادية تفيد شعبي البلدين على التساوي، ونعمل على اكتشاف مجالات جديدة من التعاون. أيضا عدا عن ذلك بحثنا شؤون الشرق الأوسط المتوتر، إن كان ذلك في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وأيضا القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأيضا المكافحة الإرهاب. هناك تحديات جمة تواجه مصر وروسيا الاتحادية على السواء، من حيث حفاظ على السلام والأمن في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وعلى مجال الدولي أو العالمي نتابع العمل بشكل ثنائي فيما يتعلق بالعديد من القضايا. ويتعاوننا يتأسس على مبدأ احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأهمية الحال السلمي للنزاعات والصراعات في العالم، حيث من المهم التعاون أو محافظة على هذا النوع من التنسيق بين بلدينا. وأيضا أؤكد على دور روسيا الهام كقوة عالمية، ومصر أيضا لديها نفوذ إقليمي كبير. Current membership of the Security Council with the Russian Federation as a permanent. وفي عضويتنا في مجلس الأمن نتعاون مع روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن. Will enhance and contribute. ونؤكد على أن هذا التعاون والتنسيق سيتقدم مع روسيا من حيث الأمن والسلام. أيضا خلال محادثاتنا تحدثنا عن أمور كثيرة هامة من حيث الازدهار الاقتصادي المصري، وخاصة في هذه الأوقات حيث استقرار مصر هو مساهم حيوي كبير
للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط عموما. مصر تعتمد بشكل كبير على السياحة اقتصاديا، هو مكون اقتصادي كبير لديها، وترحب بعدد كبير من السائحين الروس الذين كانوا يزورون مصر، والكثير من المصريين يعتمدون على القطاع السياحي في البلد. نعمل على تعاون واسع النطاق مع روسيا في مجال التقني للأمن في مطاراتنا، ونرحب بالبعثة التقنية الروسية ونتعاون في هذا المجال، ونعمل أن يكون ذلك أمرا جيدا للطرفين، حيث نعمل على ضمان السلامة في مطاراتنا. نعمل على هذا الأمر ونواصل التعاون بشكل فعال مع الطرف الروسي لكي نعيد تدفق السائحين الروس الذين نرحب دائما بهم في مصر، ودائما نتواصل بهذا الشأن مع السيد لافروف، وأمل أنه سيتم حل هذه القضية قريبا، وسيصبح من الممكن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. أشكركم مجددا وأمل العمل المشترك على القضايا الدولية. شكرا. تفضلوا أسئلة. روسيا اليوم، السيد لافروف، الصحفيون من قناتنا كانوا في شرق تركيا حيث هذه مناطق كردية، ونعرف أن الجهات الأمنية التركية تقترف جرائم ضد السكان المدنيين، كما تحدثنا مع السكان المحليين حول اغتيال المدنيين من قبل الجهات الأمنية التركية. كيف تقيمون مثل هذا الوعد، وهل من الضروري إجراء أعمال التحقيق في جنوب شرق تركيا؟ وسؤال للوزير المصري، تعتبر مصر لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط وعلى خلفية سحب الوحدات الأساسية من حميميم، كيف تقيمون مدى أهمية المباحثات بين موسكو وواشنطن حول مكافحة الإرهاب في سوريا والمنطقة؟ وردا على السؤال الذي طرح إلي، فممكن أقول أن كل المعلومات وخصوصا المعلومات الموثوق بها حول مخالفة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، فلا بد إجراء أعمال التحقيق فيها، وهناك عمليات دولية، ومن الضروري إجراء هذا التحقيق بصورة موضوعية وغير منحازة وغير متحيزة، وهذا موقفنا المبدئي. أما النتائج دعوات قناتكم إلى المؤسسات الدولية، فمن أجل أن أفهم هذه القضية بالتفاصيل، وأنا أرجو أن تبعثوا لي نسخة من رسائلكم والوثائق الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، بطبيعة الحال الأحداث النزاعات الداخلية عبارة عن شيء مأساوي، ولا بد من إبداء الاهتمام بها، وخصوصا من قبل المؤسسات والمنظمات التي تحمي حقوق الإنسان وتتابع تنفيذ. ومصر أيضا لديها نفوذ إقليمي كبير، وفي عضويتنا في مجلس الأمن نتعاون مع روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن، ونؤكد على أن هذا التعاون والتنسيق سيتقدم مع روسيا من حيث الأمن والسلام. أيضا خلال محادثاتنا تحدثنا عن أمور كثيرة هامة
من حيث الازدهار الاقتصادي المصري، وخاصة في هذه الأوقات حيث استقرار مصر هو مساهم حيوي كبير للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط عموما. مصر تعتمد بشكل كبير على السياحة اقتصاديا، هو مكون اقتصادي كبير لديها، وترحب بعدد كبير من السائحين الروس الذين كانوا يزورون مصر، والكثير من المصريين يعتمدون على القطاع السياحي في البلد. نعمل على تعاون واسع النطاق مع روسيا في مجال التقني للأمن في مطاراتنا، ونرحب بالبعثات التقنية الروسية ونتعاون في هذا المجال، ونعمل أن يكون ذلك أمرا جيدا للطرفين حيث نعمل على ضمان السلامة في مطاراتنا. نعمل على هذا الأمر ونواصل التعاون بشكل فعال مع الطرف الروسي لكي نعيد تدفق السائحين الروس الذين نرحب دائما بهم في مصر، ودائما نتواصل بهذا الشأن مع السيد لافروف، وأمل أنه سيتم حل هذه القضية قريبا، وسيصبح من الممكن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. أشكركم مجددا
القانون الإنساني الدولي، وكذلك هناك توجد حالات لخرق سيادة الدول الأخرى ووحدة أراضيها. وتركيا ممكن أن نقول نحن نعرف خطوات تركيا في هذا المجال، ونعرف ماذا يحدث في أراضي العراق، أقصد أعمال القوات التركية وكذلك القصف التركي للأراضي الكردية في سوريا أو للمناطق الكردية في تركيا. وقد اتخذت الجامعة العربية قرارا خاصا بهذا بخصوص العراق. وكما تعلمون قبل قليل تم تفجير في أنقرة، تفجير شديد جدا، والقيادة الروسية أعربت عن تعازيها للشعب التركي، ولكن القيادة التركية قد أعلنت المذنبين أو المتورطين في هذه العملية الإرهابية بدون أي تحقيق، وأشارت إلى الأكراد بأنهم متورطين في هذه الجريمة، وبذلك تبرر القيادة التركية استمرار القصف للمناطق الكردية في الأراضي السورية. وقد أعلنت القيادة التركية أن المنظمات الكردية هي التي قامت بتنفيذ هذه العملية الإرهابية. فأعتقد أنه في ظل تلك القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة حول التسوية السياسية في سوريا بمشاركة جميع الأطراف القومية والطائفية، وكل ذلك يتطلب رد الفعل الصارم من قبل المجموعة الدولية، المجتمع الدولي، لأن أعمال تركيا تنسف هذه الإجراءات وهذه الجهود التي يبذله مجلس الأمن الدولي أيضا، وهذه الأعمال خاصة ببدء العملية السياسية وإيصال الإغاثة الإنسانية. وإذا مرة أخرى أرجوكم أن تبعثوا للمعلومات المتوفرة لديكم حول عدم رد المنظمات الدولية على رسائلكم، فنحن سوف ندرس هذه القضية. فيما يتعلق بالسؤال بالتدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود السورية التركية، أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يبذل جهودا جادة لمنع تدفق الإرهاب وتهديده. الإجراءات تهدف لمنع تدفق المقاتلين الأجانب، ويجب أن يتم ذلك بجدية. هذه قضية بعيدة الأمد، نعمل على ذلك من حيث أننا جزء من تحالف لمحاربة الإرهاب. يجب مراقبة الحدود لمنع تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود، ويجب منع تأمين المساعدات التقنية والمالية للإرهابيين، لأن استمرار ذلك فقط سيدعم قدرة الإرهابيين والمنظمات أو التنظيمات الإرهابية للعمل بحرية أكثر وزعزعة الاستقرار ووحدة البلدان في المنطقة. والأزمة في سوريا هي فرصة كبيرة للتنظيمات الإرهابية للعمل في الحدود السورية أن تنجح، ويجب أن ننجح في القضاء على هذا التهديد، ويجب بذل جهود جادة للقضاء على العناصر الإرهابية ومن منع وصول المساعدة إلى هناك. يجب أن نمنع تدفق الإرهابيين عبر الحدود، ويجب أن نفرض الرقابة على هذا الوضع. أستطيع أن أزيد بهذا الصدد أن
بحيث مشكلة فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، فهناك قرار مجلس الأمن الدولي وهناك قرار بشأن عبور الحدود غير الشرعي الحدود السورية وتوجيه المقاتلين إلى داخل سوريا وتسهيل عبورهم للحدود السورية من سوريا إلى تركيا وكذلك تهريب النفط، ولا بد من تنفيذ هذه القرارات. الأمين العام للأمم المتحدة قد كلفه مجلس الأمن الدولي بتقديم تقارير لمجلس الأمن حول جميع جوانب لتنفيذ هذه القرارات، وقد نشر أول تقرير قبل قليل في مجلس الأمن الدولي، ولكننا نعتبر هذا التقرير غير ملموس وغير مفصل، ولا يمكن أن نقبل هذا التقرير، ولا بد أن يحتوي على التقرير على وقائع موثوق بها، ونعتقد أن التقرير القادم سيكون أكثر تفصيلا. السيد لافروف، أعتقد أن كل مصر وأصدقائنا في روسيا ينتظرون تقريركم حول استئناف الملاحة الجوية بين روسيا ومصر وكذلك السياحة الروسية في مصر، وماذا من الضروري بصورة ملموسة من مؤسساتنا أن من جهودهم لتعزيز قراركم في هذا الموضوع. قلت أننا بحثنا هذا الأمر بالشكل المفصل، وإننا معنيون وأيضا مصر معنية وروسيا الاتحادية بأنه يجب بأسرع وقت استكمال بحث كافة المسائل للاستئناف الرحلات الجوية المدنية بين البلدين. خبراؤنا بعد هذا العمل الإرهابي الشنيع بدأوا اتصالات مع زملائهم المصريين وأقاموا تعاونا وثيقا ومع الخبراء المصريين، درسوا الوضع في مكانه في مكان الحادث، وكان هناك إجراءات كثيرة لتأمين سلامة السائحين الروس الذين ينتقلون جوا إلى مصر ومن مصر، وهذه المسائل رأتها الجهات المصرية، وكما فهمت مصر تدعم هذه الإجراءات، والآن في روسيا يجري الانتهاء حول بيان للتعاون بين وزارتي نقل البلدين وأيضا مع وزارة الطيران المدني في مصر، وأعول أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتسريع هذه العملية، وأكرر أننا معنيون ونهتم لأن التوجه السياحي الأكثر محبة لدى الروس سيبقى كما كان منذ قبل، وأن كافة المشكلات التي برزت بعد العمل الإرهابي يمكن حلها بسرعة، ولا أعتقد أن ذلك سيتطلب وقتا كثيرا. هذا يناط بعمل الخبراء التقنيين والفنيين، وينتهوا من مشاوراتهم بشأن النهج الذي وافق عليه طرفا البلدين، ولكن يجب تطبيق ذلك إلى لغة عملية من حيث الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها مسبقا. أريد أن أضيف إلى ما قاله زميلي، أنا شاكر للغاية بأن السيد الوزير أشاد بهذا العمل على المستوى بين الطرفين والتعاون، حيث كان هناك الكثير من المبادرات. مصر تنظر إلى ذلك على أنه مؤشر إيجابي كبير للتفاهم والعلاقات بين روسيا ومصر والعلاقات الاقتصادية. نحن نرحب بوجود السياحة الروسية لدينا
وسنؤمن الضيافة والصداقة في كافة الأوقات بسبب قوة علاقاتنا الثنائية الموجودة حاليا، وأننا سنواصل العمل على ذلك وسنواصل تعزيز الإجراءات الأمنية في مطاراتنا للطيران ذهابا وإيابا، وسنؤمن أعلى درجات الأمن. وجرى تقوية هذه الإجراءات بالفعل بعد إسقاط الرحلة الروسية فوق سيناء. إننا جادون بشأن السياحة لدينا، وسنواصل تأمين كافة المساعدة والدعم بهذا الصدد، ونأمل في نهاية الأمر بأن هذا القرار سيطبق على أرض الواقع في أسرع وقت. السؤال الأخير من فضلكم، تفضلوا. وكالة ريا نوفستي السيد لاوروف، جون كيري أعلن نيته لزيارة روسيا، هل موعد الزيارة معروف وهل سوف تقيم مجرى التسوية السياسية في سوريا؟ نعم، اتفقنا مع جون كيري أنه سوف يزور روسيا الاتحادية، وقد أعرب جون كيري عن رغبته في زيارة روسيا، اتفقنا أننا سوف نجري مباحثات على مستوى وزيري الخارجية، وبطبيعة الحال سيكون الموضوع السوري من المواضيع الأساسية، وكذلك نناقش الوضع في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا، لأن كل هذه القضايا مترابطة، لأن بسبب تفشي داعش في الدول المختلفة. إذن مشاهدينا الكرام، نقلنا لحضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي في موسكو. يعني أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات التي أجريت بين أو عقدت بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن أهم ومن أبرز يعني ما ذكر خلال هذا المؤتمر الصحفي هو استئناف الملاحة الجوية واستئناف عودة الطائرات ورحلات الطيران مرة أخرى بين مصر وروسيا، ولكن بشرط تحقيق الأمن والأمان للسياح الروس. أيضا خلال هذا المؤتمر الصحفي أكد وزير الخارجية الروسية على بعض النقاط، ويعني تحسين أو استئناف وتحسين العلاقات بشكل أكبر بين مصر وروسيا من خلال افتتاح قنصلية عامة في الغردقة لروسيا، ويعني تكون أو تقوم على خدمة رعاية الروس أو مصالح الروسيين المقيمين في مصر. أيضا هناك نقاط أخرى كثيرة تحدثوا فيها عن استئناف العلاقات البرلمانية وتشكيل مجموعات للصداقة البرلمانية. نعم، والآن ننتقل لنقل مؤتمر صحفي للمعارضة السورية من جنيف فإلى هناك. لا يستطيع فصيل من فصائل المعارضة أن يحتكر الصفة التمثيلية لجميع فصائل المعارضة، ولذلك نحن الآن نتعامل مع معارضات وليس مع معارضة. الآن تفصيل التفصيل، عندما قلت بأن أحدهم من وفد السعودية طرح فكرة المحادثات المباشرة، أولا أي طرح يجب أن يمر عبر المبعوث الخاص وليس عبر الإعلام. الحوار سوري سوري ليس عبر الإعلام،
الحوار يمر عبر الوسيط، هذا من ناحية الشكل. من ناحية المضمون، نحن كوفد للجمهورية العربية السورية لا يشرفنا على الإطلاق أن نجلس مع إرهابي في محادثات مباشرة. كبير مفاوضي وفد السعودية إرهابي، ينتمي إلى فصيل إرهابي قصف السفارات وقتل طلاب كلية الهندسة وقتل الأبرياء، ولذلك لا يشرفنا على الإطلاق أن ننخرط مع هذا الإرهابي في محادثات مباشرة مع هذا الإرهابي ولذلك لن يكون هناك محادثات مباشرة. معتذر هذا الإرهابي عن تصريحه ويسحبه من التداول ويحلق دأنه كمان. شكرا. نقلنا لحضرتكم المؤتمر الخاص برئيس الوفد السوري بشار الجعفري بعد لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه النشرة وإلى اللقاء.